إذا متابعي قناة تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. مرحبا بكم في هذا البث مع الفنان الشاب كاديل اللي جاي زورنا اليوم، واليوم غنتعرفوا عليه أكثر وعلى الحياة الشخصية ديالو وعلى شكون هو الشاب كاديل، كيفاش بدأ، مين جاتو الفكرة أنه يبدأ أول مرة. متابعي قناة تيفي خليكم معنا باش تعرفوا على الشاب كاديل بصفة كاملة وشكون هو. شبك هذا بدا، اولا مرحبا بك عندنا في قناة شوف تي في. مرحبا فيك ونتمنى ان شاء الله نكون ضيف خفيف على حضرتكم، ومرحبا بي مرة اخرى في طنجة. عرفنا عليك هذا في الاول، نعرفك شكون تينا. معكم شبك هذا فنان مغربي ولد الدار البيضاء، والان دابا كنعيش في الديار الايطالية هذه تقريبا 20 سنة. شنو اللي خلاك تخلي مدينتك وتمشي لإيطاليا؟ والله صراحة كما أي واحد، يعني كما ماشي على المغرب، أي واحد عز عليه يعني يشوف بلد أخرى وهذه، وأنا طلاش ديال 21 عام كملت الدراسة ديالي ديال درت باك بلوس دو، ومن بعد جاتني الفرصة باش نمشي لغربة، ماشي إيطاليا بالضبط، أنا كنت الفكرة ديالي أنني نمشي لفرنسا. مي فاش جات إيطاليا قلنا خيرا فعيرا وكملنا يعني الفواياج. بالنسبة لكاديل، شكون هو كاديل وكيفاش بدا من أول مرة؟ يعني كاديل الراي فوقاش بديته؟ هو يعني صراحة الراي كان الراي يعني شنو نقول لك، يعني فن يعني عجبني من وأنا صغير، يعني كما تنقولوا كنت كنصنت للشاب خالد مامي شاب حسني الاخوان بوشناق، يعني من الصغر ديالي وانا غادي وكنقلد، يعني كنقلد في الاغاني ديالهم كنعاودهم، ومن ثم يعني اكتشفت بانه هذا هو الستيل ديالي وهو اللي نقدر نعطي فيه، ومن ثم بدات المسيره ديالي، يعني كملت الكارير ديالي بروفيسيونيل في الغرب ماشي في المغرب. شمن عام بديتي؟ هو يعني كارير بروفيسيونيل ولا بداية؟ بداية لأول مرة غادي تغني؟ أول مرة غادي نغني كنت تقريبا لاج ديال 14 عام 15 عام، يعني في المدرسة مع الأصدقاء بيناتنا، ولكن كارير بروفيسيونيل يعني كما تنقولوا أنا بالنسبة لي كارير بروفيسيونيل يعني باش كدير الإصدارات ديالك، هذه كانت في يعني في إيطاليا. كيفاش تلاقيتي يعني الرياكسيون ديال الاصدقاء ديالك، يعني اللي كان اول مره كيسمعوا كتغني وديال العائله ديالك؟ هو بالنسبه للاصدقاء ديالي كانوا كيسمعوني ديما، يعني واكثريه ديالهم يعني شجعوني، قال لي بابا علاش ما تسجلش علاش ما سميتو، وهذا الشيء هذا يعني في المغرب ما كانش يقدر يكون، لانه يعني بحكم الدراسه ديالي ما كانش قدر نجمع ما بين الفن وما بين الدراسه، ولكن اون فوا مشيت للغربه يعني كان متنفس، يعني كان الوقت كثير وكانت بوسيبيليتا باش نبدا كيما تنقولوا كارير مزيانه ونسجل وندير كيف، ولكن ما سجلتش يعني كيما تنقولوا اغاني ديالي، يعني بديت بلي كوفر كيما اي مغني، يعني كوفر تقليد فنانين اخرين، ومن بعد بشويه بشويه الحمد لله تبدلت الاصدارات ديالي. بالنسبة يعني موالي الدار كيفاش كانوا متقبلين الفكرة، واش كان عندهم عادي ما عندهمش مشكل؟ الصراحة يعني ما يعني أو في الأول مرة لا في أول مرة نو بالعكس، يعني في الصغر يعني كنت كان كما تنقولوا في اللعاب كنت كناخذ يعني إما بيانو إما دبوكا إما يعني هذا كبين بأنه ما كانش المشكل يعني بتاتا مع الأسرة ديالي، يعني بالعكس يعني مادام ان الوالدين ديالك كيشدوا لك بيانو كما اي طفل صغير، هذه يعني سي طريقه انهم يعني كيشجعوا الموهبه ديالك، يعني انت عن الموهبه بدات من الطفوله. انا تنقول الموهبه من الطفوله، يعني الموهبه وشويه ديال يعني الحب يعني وشويه ديال كما تنقولوا يعني التقليد، يعني تقلد فنانه هذه زدنا هذه كما تنقولوا هذه على هذه على هذه الحمد لله. بالنسبه لاشين يوتيوب ديالك شفناك اول كوفر حطيتي،
كنظن هذه 10 سنين، وكنظن 2012. نو كانت حيت هاد لاشين دابا ديال حيت كانت عندي شين واحدة أخرى و ما كنتش دير لها شاب راديو، والمشكل أنه كنت ندير في أغاني وهادي وهادي دي كوفر، ووقع لي مشكل مع الإدارة ديال اليوتيوب ومشات ليا، ومن بعد عدت هاد لاشين أوفيسيال ديالي. دونك يعني قبل من 2012 درت أول كوفر ديالي. ما أعقل كان غادي يكون سيد الهوائي ديال الشرقارة. تقدر تعطينا شي مقطع من هاد السيد الهواري هاد؟ وسيد الهواري يا سيد الماشي ذو حاليا يا نصهري وين، سيد الهواري يا سيد الماشي ذو حاليا يا نصهري وين، الغربة الله عليك صراحة. دابا تعرفنا عليك شكوتينا، دابا اجيك نصح الصح. هاد الايامات هادي اتصل بيا واحد السيد قال لي بلي عندك معاه مشكل. ملك الراي المغربي، ملك الراي سامي، ملك الراي المغربي، ملك الراي المغربي سامي. الفرق اللي كتجي معك بهذا الفنان هذا؟ والصراحة انا كنعرف بعد عرفته. لا سامي راي كنعرفه يعني، نكذب لك كما كنعرف سامي راي. سامي راي مغني، مغني ديال راي يعني معروف، ولكن يعني كان مشكل معاه ما كنظنش. نقدر نقول لك حاجه يعني شخصيا ما عمرنا تلاقينا، يعني شخصيا ما عمرنا تلاقينا، ولكن نقدر نقول لك انه كاين المساله اللي كان اخذوا عليها انه هذيك المساله ديال الملك. يعني نقدر نقول لك يعني ماشي ما كتعجبنيش انا، ما كتعجبش بزاف ديال الناس، يعني ما كتعجبش لو مالك. ما كنظنش ان الانسان يقدر على هذا الحساب. انا الا كان هو مالك نقدر نقول حتى انا امبراطور. هاد العباد دي عندك واعر، هاد العباد واحد الصراحه هي هادي. لكن نحاول نأديو نأديو الفن ديالنا على احسن ما يرام. كنحاول دائما، انا تنقول دائما، انا عمري ما كنقول انني انا مغني واعر ولا ان الفنان خطير ولا سميتو، ولكن قلت لي هاد الهضره انا نقدر نقول لك من دابا انني امبراطور. عرفتي ملي سمعت فينا واش كنت امبراطور هي واش شركه لي. يلا حيدها لي من فمي ونقول لك انا عندي جمهور ديالي، انا شي يكون عندي غير ثلاثه من الناس كيسمعوني نقول لك انا امبراطور ديال الهضره. يعني فهمتك، متفق معك. راسنا وعينينا كاينش مشكل، مغني هنا على راسنا وعينينا، كنحترم اي واحد، ولكن مسألة ديال الملوك والامبراطور شويه صعيبه. يعني انسان شويه تواضع، شويه تواضع، ما تواضع عليه الله رفعه. عندك الحق في هذه. يعني ده هو هذا الاسم هذا، واش الناس عطاوه له ولا يعني هو سمى راسو بهذا الاسم هذا؟ حيت يعني اسمح لي، حيت يعني كما كنعرف اغلب الفنانين اغلب المغنيين الاسماء اللي كيكونوا عندهم كيكونوا مثلا بحال كيكون لقب من الصغر، او لا كيكون مثلا الاصل ديالو ولا السميه ديالو كتكون هيداك. كما قلت لك هذا لقب، هذا ما غاديش نقدرش نقول لك انه تعطى عليه من الصغر ديالو، ما يمكنش. هذا اللي كنسمعها تقول لك لقب ملك الراي. كما قلت لك انا قبيله ملك الراي، انا عندي ثلاثه الناس
انا نقول لك ثلاثه من الناس اللي كيسمعوني انا من قبيل الامبراطور ديالنا فكم ما تيشوفوني الامبراطور ديالنا الامبراطور ديال الرايه هو واش انا ما غاديش غتكذبني ما ديك ما تكذبنيش غتقدرش تكذبني لانه انا اللي كنقولها فهمتي اي واحد يقدر يقول لك انا راني ولكن يعني في الحاجه اللي كنصح اي واحد ماشي غير هو اللي كنصح اي واحد انه الانسان يكون متواضع تواضع لانه راه ما كاينش حاجه سميتها مالك الراي وما كاينش حاجه سميتها البوس ديال سميتو ديال الفن ولا شي حاجه فالانسان كيحاول يؤدي الفن ديالو على احسن نمط باش يعجب الناس ماشي يفتخر اوكي لكن عندك فن زوين راه كاينين كما تيقولوا كاين دي نيفو كاين ناس واعرين كاين دراري راه خطر الاصوات ديالهم واعرين بزاف ما تيقولوش هاد الهضره بالعكس فاش كنتلاقاو معاهم في بزاف ديال المحافل الفنيه كما تنقولوا حنا في المغرب راسهم صغير ما تقولش هادو راه سميتو باش كيقتلوك تيقتلوك بالتواضع تيقول لك ودي الحمد لله البارك هذا هو اللي كاين يعني من تواضع لله اخي رفع هذا هو الجواب اللي غادي نقول هذه المساله هذه احسن بالنسبه للشاب كادير كادير مين جات؟ كادير انا الاسم ديالي عادي اسم الحقيقه ديالي عادي يعني مقتبس من الاسم ديالك مقتبس من الاسم يعني عادل وبوس كان انا ولد كازا يعني درت زعما كازا عادل وبحكم ان كازا كتكتب بالسي ما غاديش تجي مالي غاتجي ما غاديش تجي هذيك حتى يعني في الكتابه ديالها ما غاديش تجي قلت علاش ما نديروش كا وبحكم ان انا من الراي يعني كاع اللي كاين من الراي معروف انه شي يسميهم الشاب الشاب كادير قلت علاش لا حتى في السمع يعني كانت كتجي مزيانة دونك خليناها شاب كادير بالنسبة للرأي من الوجهة النظرية ديالك واش رأي مغربي ولا رأي جزائري؟ هاد السؤال هذا تيطرح بزاف ودغنيغمون ديال ضجاء السوشيال ميديا أنا تنقول أن الرأي مغربي علاش الرأي مغربي؟ لأنه رأي تزاد في المنطقة الشرقية ديال المغرب اللي دابا منطقة حدودية ما بيننا وبين الجزائر ديالنا دونك المنطقة الشرقية تزاد فيها الرأي الراي كيفاش كان القصبة والقوة صافي يعني الناس كتغني القصايد كتغنيهم بالقصبة وبالقوة وبحكم انه دابا يعني ما بين كما تنقولوا في المنطقة الحدودية انهم شحال هادي ما كانش الحدود يعني كان المغرب واحد فاش داروا الحدود يعني ولات دولة اخرى يعني ولاو افكار واحدين اخرين ولا كما تنقولوا مع الاسف انهم ما غاديش ما علمت شي واحد ولكن ما علمتش الشعب ولكن ولا حتى يعني ملي كتشوف انه الجيش المغربي تخون غادي يقدروا يقولوا شا غادي يقولوا شا يعني الجيش اللي جاو طمعوا فيها الجيش اللي جاو كشوف فيها الراي ديالنا يعني كلشي ديالهم باش نقولوا معنا غادي يدوي كل شيء واضح وباين الشاب كادين كنشكرك بعدا على اللقاء ديالك معنا كلمه اخيره للمتابعين قناه شوف تي في والجمهور ديالك كلمه اخيره اول حدا تنشكر على قناه شوف تي في على الاستضافه وتنتمنى منكم ضيف خفيف على قلوبكم وعلى قلوب الجمهور وتنقول لكم بانه كادير راه معاكم واخا في ايطاليا راه ديما 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 معاكم وديما معاكم في الجديد وكنتمنى ان لا شونسون الاخرى انا في ايطاليا عجبتكم وكنتسنى دائما يعني الانتقادات ديالكم تنقولها هي الاولى الانتقادات ديالكم انا بغيتكم تنتقدوني ما كاينش حتى مشكل بصدد الرحم الانتقادات والتعليقات ديالكم وما تنساوش تدخلوا لاشين ديال اليوتيوب ان شاء الله راه كاين في يوتيوب كاين فيسبوك انستغرام شاب كادير مرحبا بكم وتنقول لكم ديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب والصحراء المغربيه
وضعي مغربي وزلي الشهوره مغربي. اذا متابعي قناه شوف تي في كنتم معنا في هذا اللقاء الفني مع الفنان الشاب كاديل. صراحه ما شاء الله عليه، الصوت رائع. داز معنا لقاء صراحه واعر بزاف، نتمنوا له التوفيق في المسيره الفنيه ديالو. اذا متابعي قناه شوف تي في حاليا وصلنا لنهايه البث المباشر، نتلاقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.